السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. المنشطات الجنسية إيه أنواعها وإيه مفعولها وإيه الفرق بينها؟ المنشطات الجنسية طبعا كلكم اللي هي المشهورة عارفينها، الثلاث منشطات الجنسية الزعماء وهما الفياجرا والسيالس والليفيتيرا والليفيترا. دول الثلاث منشطات المشهورين واللي الكل تقريبا يسمع عنهم ويعرفهم إن لم يكن استخدمهم بالفعل. طبعا الفياجرا أقدم واحد وبالتالي هو أشهر واحد. الفياجرا يمكن ابتدى سنة 2003 وتنت الشركة فايزر حكر عليه على هي الوحيدة اللي تقدر تنتجه عشان كان متسجل باسمها مادة السلدينافيل. ما كانش في أي حد يقدر يستخدم هذه المادة السلدينافيل المادة الفعالة في الفياجرا إلا شركة فايزر. تنيتها لحد ما انتهى حق الكوبي رايت بتاعها ولا حق الاختراع بتاعها سنة 2013، حوالي 10 سنين. وبعد كده بدأت الشركات في مختلف دول العالم تستخدم السلدينافيل ده وتطلعه بس مش باسم الفياجرا. طبعا 10 سنين فايزر لوحدها بتطلع فياجرا فأصبح يعني مشهور جدا جدا. بعد كده بدأت شركات تانية تطلع السيالس والليفيترا. التلاتة كلهم متشابهين في حاجة وهي طريقة الشغل، اللي هي حكاية ان هم بيساعدوا على ان الدم، بيشتغلوا على الأوعية الدموية وبيساعدوا ان الدم يضخ بكمية اكتر داخل القضيب وبالتالي القضيب ينتفخ. ده طريقة العمل عن طريق ان هم بينشطوا حاجه اسمها نيتريك اوكسايد وبيمنعوا ماده تانية اللي هي بتقف ضدها، هيبان بعد كده في الفيديو في تكمله الفيديو مع الرسم. فدول الثلاث منشطات الدوائيه يعني الكيميائيه المشهورين في السوق. في طبعا منشطات تانية زي الفيجريكس بلس ديت اعشاب، وقلنا كلهم بيتشابهوا في المفعول لكن بيختلفوا طبعا في فترة الاستمرارية. الفياجرا والليفيترا بيستمر مفعولهم من 4 لـ6 ساعات، لكن السيالس بيستمر حوالي 36 ساعة زي ما برضو هنشوف بعد كده. في فارق، يعني الفياجرا والليفيترا مدة شغلهم حوالي 4-6 ساعات، بس في فرق بسيط. واحنا جميع المنشطات الجنسيه بيفضل ان هي تتاخد قبل الاكل على معده فارغه عشان مفعولها ما يقلش بالمواد اللي بناكلها. الليفيترا هو اقل واحد تاثيرا بالاكل، يعني ممكن يتاخد مع الاكل ما فيش مشكله. ده الفرق بين الليفيترا والفياجرا، ولكن الاثنين مده مفعولهم من 4 إلى 6 ساعات. وكنا عاملين فيديو قديم كده ناخد منه مقتطفات وبعض الإضافات فنشوفه مع بعض. المنشطات الجنسية عامة بيكون تأثيرها هو زيادة قوة الانتصاب وطول فترة الانتصاب، صيانة المنشطات الجنسية العشبية أو المنشطات الجنسية الدوائية. متى يبدأ مفعول هذا المنشط؟ المنشطات الجنسية العشبية عادة تأثيرها تراكمي، مع استمرار الاستخدام بيكون التأثير أفضل، لكن المنشطات الدوائية مثل الفياجرا والسيالس فتأثيرها فوري. عادة يبدأ التأثير بالنسبة للفياجرا والسيالس وما إلى ذلك بعد حوالي نص ساعة من بلع الحبوب، لكن كتير جدا بحسب التقارير بيبدأ النشاط بعد حوالي ساعة، ولذلك ينصح بأخذ هذه الحبوب قبل الحاجة بحوالي ساعة على الأقل. المنشطات الجنسية الدوائية زي الفياجرا دورها هو زيادة الانتصاب وطول فترة الانتصاب، ولكنها لا تؤثر على زيادة الشهوة، يعني لا تجعل الإنسان أكثر شهوة إلى الجنس، وإنما دورها فقط هو زيادة الانتصاب من ناحية الشدة والقوة ومن ناحية طول الفترة. وينبغي أخذها على معدة خاوية، لأن أخذ الحبوب على معدة خاوية بيساعد على سرعة بدء نشاطها ويساعد على زيادة
هذا النشاط، يعني زيادة هذا التأثير تكون فعاليتها أفضل وأحسن عندما تؤخذ على معدة خاوية. وغالبا بننصح بأن لا يؤخذ بعدها مشروبات كحولية. طريقة عمل المنشطات الجنسية، المنشطات الجنسية يا إما أدوية يا إما مركبات عشبية طبيعية، جميعها بتتفق تقريبا في طريقة عمل متشابهة، ونحاول نبسطها بهذه الصورة. إحنا الإنسان الطبيعي لما بيستثار جنسيا بيحصل عنده انتصاب. كيف يتم هذا الانتصاب؟ ولماذا يتم الانتصاب؟ الانتصاب بكل بساطة هو عبارة عن أو ينتج عن تضخم الدم في الأوعية الدموية للقضيب للماسورة فينتصب. وده شيء لو تخيلنا خرطوم من الماء الطري اللين وركبته على الحنفية ودفعت فيه الماء بشدة، الخرطوم هيشتد جامد زي الحديد. نفس الفكرة، أما القضيب بيمتلئ بالدم، عندما يمتلئ القضيب بالدم بيصبح القضيب منتصب وضخم ويبقى. فجميع الأدوية المنشطة الجنسية بتعمل على هذا الأساس. إيه بقى اللي بيحصل بالظبط؟ الإنسان طبيعي بينتج عنه مادة هرمون بتؤدي إلى تدفق الدم في الماسورة. دي واحد، هرمون رقم واحد. الدم لما بيروح الماسورة طبيعي مش ممكن نسيبه العمر كله، فلازم ينسحب. ففي هرمون آخر بيعمل على انسحاب الدم من ايه؟ من الماسورة عشان الانسان يرتخي. يعني في هرمون واحد يدفع الدم، وهرمون اتنين مضاد للهرمون واحد يسحب الدم بره القضيب مرة تانية عشان الانسان يرتخي. الانسان اللي عنده ضعف بيحصل عنده ضعف نتيجة احد الاسباب الاتية، اما الهرمون رقم واحد اللي بيضخ الدم ضعيف، يا إما الهرمون رقم اتنين اللي بيسحب الدم بره الماسورة ويعمل ارتخاء قوي. احنا لما بنيجي ندي المنشط الجنسي، المنشط الجنسي بيعمل ايه؟ المنشط الجنسي بيشتغل على المادة رقم اتنين، المادة اللي بتعادل المادة رقم واحد. المادة رقم اتنين بتعادل المادة رقم الواحد، فبتقلل من ضخ الدم في في الماسورة. فبتيجي المنشط الجنسي يشتغل على المادة رقم اتنين. زي ما شفنا كده في الصورة، المنشط الجنسي يشتغل على المادة رقم اتنين فيقلل من مفعولها، فيقلل من مفعولها الدم لا ينسحب بره الماسورة او بره القضيب بسرعة، فيظل الدم مستمر متدفقا داخل الماسورة لفترة اطول. وبهذه الصورة بيحدث الانتصاب اشد صلابة ويكون اكثر محيطا او تخانة ويستمر فترة اطول. هذه ببساطة جدا طريقة عمل اي منشط جنسي. طب السؤال، ايه هو الفارق بين كل واحد من الثلاثة دول، الفياجرا والسيالس والليفيترا؟ الفرق أساسا في فطرة المفعول. الفياجرا والليفيترا الاتنين من 4 ل6 ساعات، لكن السيالس بيقعد 36 ساعة.